مساء الخير مشاهدينا الكرام. يجد الرجال دائما فرصة في الاصطياد للنساء بعض الأخطاء. واحدة من أبرز الأخطاء اللي ممكن يصطادها الرجال السيدات هي إفشاء السر. دائما نسمع الرجل يلوم المرأة: أنت قلتي، أنا قلت لك ما تقولي لأحد، ليش طلعتي الأخبار دي برا، ليش تكلمتي، هذه آخر مرة راح أعطيك سر وراح أقول لك قصة. حنعرف أكثر عن هذا الموضوع من وجهة نظر مختلفة مع أخصائية الاجتماعية الأستاذة دعاء زهران. يسعد لنا مساكي دعاء. أهلا حبيبتي. السلام دعاء، إيش رأيك، مين أكثر يفشي السر، الرجل ولا المرأة؟ إحنا حنتكلم اليوم شوية بصراحة، يعني أكيد الست، بس لا يزعلوا منا أن الستات هي حقيقة، وهم كمان يعني بيودوا نفسهم في داهية بهذا الشيء. السيدات يعني ممكن هي بعض أحيان تقصد وبعض أحيان ما تقصد، بس بتطلع الكلام وهو يكون خلاص مسكها عليها وياخذ هو جنب بعد كده أنه كل أشياء حياته ما عاد تنقال. طب شوفي احنا حنفكفك الموضوع ده اليوم كده، حنحلل مظبوط والراجل يزعل مننا. ايوه، ما ان شاء الله ما حد حيزعل مننا، حنقول الحقيقه عموما. بس نبغى نشوف وجهه نظر الرجل ووجهه نظر الست. الراجل طالما هو عارف انه الست بتفشي السر، بيقول لها سر ليش؟ يعني هو بعض احيان يكون هو ما يحب يقول، بس زلقت لسان طلعت منه وهي الله يهديها راحت قالت، فيمسكها عليها انه بعد كده ما تعرف عنه شيء. وبعض احيان لا، فعلا في سيدات يا حرام، يعني الراجل يكون مجرد امام اهلها من كل الامور يعرفوا عنه ادق التفاصيل. غلط. وطبيعي انه هذا الشيء غلط، لانه البيوت اسرار. صحيح. ان كان شيء شخصي عنه او عن عمله او عن اسرته او حتى عن اموره الخاصه، فما المفروض انه هي يعني تحس نفسها انه انا من حقي اتكلم في كل الامور، ظاهرها او باطنها. لانه هذا الشيء كمان بيقلل من قدره او شان هذا الرجل امام مين قالت لهم، صحباتها او اهلها، خصوصيته طبعا اكيد خصوصيته. طب دعاء، شوفي احيانا بعض الرجال، انا اليوم يعني ماني عارفه شكلي كده متحامله شويه على الرجال بالذات في الحته دي، بعض الرجال افضل. أيوة. لا شوفي انا اقول لك، بعض الرجال يقولوا للسيدات اسرار او يقول لزوجته مثلا سر، ما يكون سر، موضوع مره بسيط وعادي جدا، ويعرف ان هي قالته يقوم يقول انت ليش قلتي، طب هو اصلا مو سر، هو موضوع مره عادي ومشاع وبسيط، فيقوم يقول لها انت قلتي، خلاص انا بعد كده ما راح اقول لك اي سر ثاني، وخلاص انا توبه بعد كده ما عاد اقول لك اي شيء، خلاص جربتي في موضوع زي كده وفشلت في الاختبار. بالله كيف ممكن تتعامل المرأة مع موضوع؟ إذا كانت هي ذكية وفعلا هي ما كان قصدها أنه هي تفشي السر، فهي تحاول كيف ترجع تكسب ثقته من أول وجديد، وكيف تخليه يقول حتى اللي ما يحب يقوله. هي هنا الست تلعب شطارتها وكيف تكون كده يعني شطورة وشاطرة، تسحب اللي ينقال واللي ما ينقال، فهنا تجي تلعب الست دورها. فحيصير بعض احيان من غير ما يشعر قال كلام مره كثير، بعدين اوف انا كيف قلت. أيوة. هي تكون شاطره، صح، عارفه كيف. أيوة. فهنا الست تلعب دورها، لكن كمان احنا نحذر الست من شيء، لا تستغل هذا الشيء يكون نقطه ضعف عليها وبعد كده هو ياخذ عنها او اي احد، ترى هي ممكن تخسر اخوات، صحبات، زميلات عمل بسبب هذا الشيء. يعني السر هو أمانة، وخاصة إذا كان جوا إطار الحياة الزوجية فهو بعض الأحيان يكون محرم إن هي تفش عنه. أيوة. لأنه إذا كانت في الأمور الخاصة أو الحميمية بينهم. لكن هذه نقطة مرة مهمة. أيوة للأسف سيدات يعني بالضبط تحس إنه معليش ماما لازم أقول لها، لا، في أمور شخصية حرام إنك أنت تقولي عنها، لأن هذه فقط بين الحرمة وزوجها، يعني داخل حياتهم يعني الخاصة جدا. عارفة صح دعاء، عارفة فين المشكلة كمان؟ أحيانا لما نجي الزوج يقول له زوجته مثلا يقول لها شفتي اخويا او شفتي صاحبي الفلاني، شفتي ايش سوى مع مرته، طلع متزوج عليها. ويروح يقول له بس لا تقولي لاحد، تقول مرته تقول له طيب اكيد ما راح اقول لاحد، وفجاه ثاني يوم البلد كلها عرفت اصلا وهي معاه على الواد شغال. مشكله زي كده تصير بشكل كبير، ممكن تسبب مشاكل بين الاصدقاء وبين مو هي السبب بصراحه، هي الاساس. يا هي كملت انه زوجها يكون مره كتاب مفتوح ليها، يا انه خلته يكون جدا مغلق، او كمان يكون هذا سبب انه الزوج يدور شخصه ثانيه يفشي ليها اسراره. هنا نقطه بالضبط، وهذه طبعا احنا نعاني منها مره كثير من الجهتين، لكن احنا الان بنتكلم عن الستات والحاجه الغلط هذه اللي بيعملوها ولازم ينتبهوا منها. الرجل او الست بطبيعتهم يحبوا يفضفضوا. صحيح. والست اكثر كمان. بالضبط، الست اكثر، فلما انا ما الاقي ثقه من الشخص اللي امامي فحقوم تروح للجهه الثانيه. احنا ما
بنقول انه هذا شيء صح، هو شيء جدا غلط، لكن هذه من الاسباب، فاحنا لازم ننتبه منها مره مزبوط، ونحاول كيف انه احنا نطلع الكلام المفيد للشخص المفيد. وبعدين المضحك هنا في الموضوع انه احنا نجي مثلا يجي رجال يقول لها شفتي مثلا صاحبي الفلاني امس سار مع زوجته، بس ترى لا يطلع الموضوع. فجاه يكونوا في جلسه ويجي صاحبه ليش قلت لي زوجتك كذا، لا انا ما قلت لها، يا شيخ زوجتك على طول امس في جلسه والله الستات محرج. وراحت قالت فيا حرام، طبعا هو وجهه ما يعرف ايش يسوي في عمره، فلما نجي يكلمها تقول له يعني عادي، بعدين تزعل على اي حدود تصير بينها وبين زوجها. وهذا لا، طبعا من الاشياء عزيزات اللي السيدات انتبهوا، اصحكم تحطوا ازواجكم في مواقف وحشه، موقف محرج بالذات في امور زي كذا. طب انا بعرف كيف ممكن نتعامل مع حبنا للمشاركه، يعني حب المشاركه ده فطره في الانسان وعند الست أكثر. كيف ممكن تتعامل في الموضوع ده مع الأسرار اللي بتجيها؟ فلانة تزوجت، فلانة اتطلقت، فلانة حامل، فلانة ما أدري إيش صار فيها. يعني في أمور عادي أقولها، مثلاً من أنا مثلاً أنا انبسطت لصاحبتي إن هي حامل، وأنا عارف إنه صاحبتي ما عندها مانع من إفشاء هذا السر، لأنه هو في الأخير ما هو سر. يعني شوي بالذات الحمل مستحيل يتخبى، يعني هي بطن حتطلع بعد كده، حيجي كائن حي على وجه الحياة ما يشرك يخبوه لين الشهر التاسع. بالضبط، وإيش بيك بس بطني منفوخة أكل حاجة ما عارف كيف، عارفة فبتطلع كده صح. لكن في أمور مفروض ما تطلع، حتى لو أقرب الناس، يعني حتى مثلا جات أختي وقالت لي على سر، وبعدها جات ماما مثلا وبتسألني أختك فيها، لا ما المفروض ان انا اقول، لانه هي حرام استأمنتني على ذا الشيء، حتى انه هي امه المفروض تعرف، بس اختي ما راحت قالت لها، فطبيعي انه هي ما تبغى تعرف. فكل ما انا اربي ثقه بيني وبين الشخص اللي انا اللي قدامي، انا حكسب ثقتهم اكثر وحعرف اكثر، وحكون يعني زي سر وغطى. انا بعدين لما حيصير لي نفس الموقف حلاقي نفس المقابل من الشخص الثاني، كمان ما حيت راح يقال سري. لكن لما انا اليوم اجلس معاكي واقول لك شفتي فلانه ام جات وحكتني 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 وقالت لي امانه ما تقولي لاحد، عندي طيب. امانه ما تقولي لاحد دي بعد كل جمله شويه هي راحت. انا بالضبط لازم اعرف وايقن تماما انه ما دام هي قالت لي معناها اللي انا بقوله حيت راح يتقال لكل الموجودين. فهذا الشخص اكيد يعني تنتبهي منها مره كثير، لانه اللي حيسويه مع غيرك حيصير عليك. طب شوفي دعاء، في مشكله كمان عندنا في المجتمع النسائي، هذه مشكله بارزه جدا، ما اعرف اذا تتفقي معايا فيها او لا، انه تجي واحده تقول لك ترى اسمعي انا حامل بس الله خليكي امانه ما تقولي لاحد، تروح لشخصه ثانيه تقول لها نفس الكلام ده، تروح فجاه تلاقي انت قاعده في صالون نسائي كل السيدات كله يقول امانه نفس الكلام. ايوه طب في النهايه يعني موضوع زي كده كان صاحبه السر هي افشت السر، كيف ممكن يعني كيف انت ممكن تجنبي نفسك انك انت تقعي في تهمه افشاء السر؟ يعني انا احس انه هذا صاحبه السر يعني سوري ما هي ذكيه في ذا الموضوع. ايوه يعني انا على طول ممكن اروح اواجهها، يعني إن من انت سر، وبعدين انا اجلس بين مجتمع كل واحده من الصحبات تقول لي طب انت ليه ما قلتي لي؟ طب هي قالت لي لا اقول، طب انت بتسببي كده فتنه بين الصحبات، يعني صح. بالعكس حاجه مو حلوه. فاكيد هذا الشخص الواحد بعد كده ينتبه منها. طب السيده او الشخص، انا دحين بتكلم على السيدات ما اعرف، حاسه ان الموضوع يعني هو في السيدات بس صحيح. لا ننسى انه المجتمع تغير والرجال صاروا يحبوا يتكلموا أكثر من الستات. أدينا يعني من خلال عملك كأخصائية اجتماعية، إيش المشاكل اللي ممكن يعني نواجهها في الموضوع ده؟ الآن بصراحة يا الآن صرنا نسمع إنه يجي رجال يحكي زوجته عن زوجة صاحبه، رغم إنه زمان كان حتى الاسم صعب ينقال، الآن صار أمر طبيعي. يحكي مثلا زوجتي مهملة، زوجتي مثلا تحب تنزل سوق كثير، زوجتي فيها، هذا المفروض ما كان ينقال. أيوة. الآن طبعا صار أمر طبيعي، فالزوجة اللي كانت كده محيطة بالوقار أمام كل أصحاب أزواجها الآن صارت كمان هي كتاب مفتوح قدام أصحابه، لأنه في جلسة البلوت تهرجوا من يوم ما تتصل، يا الله هذه تدق مرة كتير، هذه ما أخلص منها ومن طلباتها. وهذا شيء غلط، لأنه أنت لما تحفظ كرامة مرتك ووضعها هذا كرامتك أنت. سامعين أعزائي الرجال الأزواج اسمعوا هذا الكلام جدا مهم، وهذه يعني درر، يعني زمان ما كان يعانوا منها، لأنه كان الرجال من جد كانوا يعني يسكتوا على أمور بيتهم، لكن الآن الرجال يجلسوا في جلسات البلوت والبلاي ستيشن ولا في القهوة طبعا، وتنفرد كل بالضبط. طيب دعاء، كيف نتعامل مع ناس العكس؟ دحين احنا نتكلم عن الناس اللي تفشي السر، الناس اللي متكتمه جدا، كيف ايش التصرف السليم مع الناس؟ اول شيء احنا امه وسط، لا افراط ولا تفريط، المفروض نكون وسط. يعني تجيني مثلا ماما تقول لي شفتي اختك مثلا اليوم متضايقه عندها كذا عندها،
من جد لا ما أدري، وهي فعلا تكون تدري هذا الشيء لو أن قال ما حيضرها أنا ممكن أساعد فيه، لكن من حيكون يضرها هذا هو الغلط. فإفشاء السر في الأمر الصحيح ما عمره كان الصح، يعني يضر أي شخص كان. طب دعاء أحيانا دوافع كتم السر قلق خوف، كيف الشخص ممكن يتعامل معهم؟ يعني من الطبيعي انه يكون الشخص واقعي اكثر. في امور انا لازم اقولها وفي امور ما المفروض. من الامور اللي محطوط عليها اطار احمر و200 خط تحتها الامور الحميميه الخاصه جدا. ان كانت امور اسريه بين الام والاب وابنائهم، او امور خاصه بين الزوج والزوجه، هذه امور ما المفروض حتى للاقرب. يعني حتى الواحد دائما يقول انا مع نفسي في المرايه ما اقولها. أيوة. عشان لا بالغلط تطلع لاحد ثاني. بس للاسف دحين في مجالس السيدات وفي مجالس الرجال بنسمع هذه الامور الخاصه، يعني معلش حتى لو انا شخص احب اتكلم احب افضفض احب اسوي اي حاجه، لازم اعرف انه في امور عليها خطوط حمراء. اذا كانت تتعدى على امور العائله وامور الاسره او الحياه الحميميه بين الست وزوجها، المفروض تكون في خطوط مهما اضطرك الوضع ما تتكلمي عنها، لانها حتضرك ما تنفع. يعني صح. لو كان ليها يعني لو ليها نفع نقول حتستفيدي وتفضفضي، لكن في امور ما في منها نفع، بالعكس انت كده بتخربي على حياتك. أيوة. ممكن لا قدر الله تتفكك العيله، تصير طلاق في الاسره بسبب هذه الامور. قلتي عن مرة اخوك كلمه ما تقصديها، اخوك قوم القيامه مثلا وطلقها. او مثلا قلتي عن سلفتك كلمه وهي ما تقصد، حرام انه هي يعني طلعت منها بالغلط، بس انت قلتيها ممكن تسبب غلط او مشكله او طلاق او يعني كلمة ممكن او قطيعه في الاسره. بالضبط. فاحنا لازم ننتبه من ادق الامور وتفاصيلها، عشان ممكن انت ما تعمل حساب لقدام لكن هي بتهدم حاجات كثير. انت تعرف في دعاء، يعني انا احس انه الزوج او الزوجه لو حسوا بفكره انه برستيج زوجتي هو برستيجي وكرامه زوجتي هي كرامتي والعكس، كان ما سمعنا هذه الاسرار اللي يعني بتتنشر كده في المجالس والاخبار الحميميه الخاصه. يعني للاسف بالضبط. يعني احنا من اكثر كمان الاشياء اللي انا احب شويه ادافع فيها عن الرجال. ايوه إنه ممكن نختم بالدفاع عن الرجال. بالضبط. يعني انه للاسف لما يجلسوا جمعه الاسره في كل نهايه الاسبوع، الام وبناتها والاخوات يتجمعوا، تلاقي واحده من الاخوات يا حرام ما تخلي شيء في جوزها الا تقول ما يدفع لي، ما يسوي لي، ما يجيب لي، ما يفعل لي. لما نجي جوزها بعد شويه تلاقي كانه ما في ولا شيء، اهلا يا حبيبي وكذا. لكن هي بصراحه ارتكبت ذنب مره كبير انه هي جردته، اصبح كانسان مجرد من اي حاجه امام اهلها. عارفين عيوبه، وعارفين مثلا اذا كان شخص مريض من حاجه معينه، شخص يعاني من حاله ماديه ضعيفه، شخص غير منجز في عمله، هو يكون شيء مره سير بينه وبينه. هي أفشته، فهو يا حرام داخل كده مبسوط إنه أنا يعني الشخص الوقور، لكن هو ما بيطلوا فيه الآن هذا الأبطلة. بيطلوا فيه إنه هذا الشخص اللي الله يستر عليه. صح. في النهاية هي زوجة حتتحمل بحسناته حسناته، بس أهلها حينظروا حيقل في نظرهم. بالضبط. وهذا شيء مو حلو. أنا كل ما أهلي شافوا زوجي بهيبة وبوقار وبمكانة، أنا يعلى شأني. صحيح. وبالعكس كمان الشيء نفسه عند الزوج، كل ما هو رفع من مكانة زوجته وأعطاها قدر وشأن، كل ما هو كان لي قدر وشأن، يعني حتى تحسي يعني يمشي ملكا، يعني عارفة. وهذا يكون من كلام زوجته، يكون سيء بعض الأحيان، لكن هي ما المفروض تظهر هذا الشيء. كرامة ليها، وخاصة إذا كان كمان أبو عيالها. فيعني كل ما أنت عظمتي كل ما أنت تعظمتي. ونفس الشيء إحنا نقول للرجال، كل ما حسست أهلك وحوالينك أنه أنا زوجتي زوجة مثالية، زوجة وقورة، يعني الكل حينظر لها بنظرة حلوة. دعاء كلامك مرة مهم، وإن شاء الله كده السيدات والرجال يركزوا في النصائح اللي أنت قلتيها. أبغى نصيحة أخيرة للسيدة اللي بتفشي سر صحباتها، زوجها، زميلاتها. لما تحسي مرة نفسك تتكلمي أحسن استغفري، ولا أحسن قولي كلمة حلوة، عشان لازم تعرفي الشيء اللي حتسويه بكرة حيتردد لك. فأكيد أنت ما تحبي أنه سرك ينقال، فافضل انك تحافظي على اسرار غيرك، وتعرفي انه هذه امانه وسر انت اذا ما تحاسبتي عليها في الدنيا وما اخذتيها حتاخذيها عقابه في الاخره. فحلو انه احنا نحافظ على باقي حياتنا بشيء حلو وباطار لذيذ، انا اكون مبسوطه واسعد اللي قدامي فيه. الله، ما اظن بعد الكلام ده حقدر اقول شيء. مشاهدينا الكرام، كانت معانا الاخصائيه الاجتماعيه دعاء زهران اللي دائما نسعد بتواجدها معانا في سيدتي. فاصل قصير ونرجع نتابع بقيه فقراتنا. في سيدتي بعد الفاصل. فريق لافندر يسلط الضوء على الكوادر النسائية السعودية في الإخراج والإعداد.